في تجربته في الحياة خد خبرات جامدة جدا وقابل شخصيات ونوعيات كثيرة جدا، فخزن. ابتدى لما اشتغل في السينما وابتدى تجيله الأدوار اللي هي دي، لما يشوف الولد الصايع ولا في الحارة ولا يعمل، هو شافه بس ازاي يرسمه بقى، يمكن سمع كلمة اتقالت طورها هو وابتكر وحطها في مكانها المناسب. فكانت دي يعني مدرسته، حتى لما حد في السياسيين الكبار أو اللي بتكلموا ويجي يعمل قفشة كده ويقول قفشة، أنا بقول مدرسة توفيق الدقن لأنه هو لازم كده. بنت حلال ما عملش شرير نمطي، الأدوار اللي عملها هتلاقيه مختلف تماما حتى في دور الشرير. اللي بعده جه اضطروا عشان يحبهم الجمهور، قالوا نفس الكلام أكتر من كده، إنهم لبسوا نفس اللبس بتاعه. يعني هو ظهر في دور اسمه همبكة، هو كان يكره هذا الدور تماما رغم إنه أضاف له على حد ما بيقول 50% من شعبيته، لكن كان أول واحد يلبس الطاقية الروسي دي على البدلة. مع السلامة يا أهيا. لكن هو ما كانش شرير، هو كان بيوصل رسالة، الشر ده جميل جدا أو بتضحك عليه طول الفيلم ومش عايزه يغيب عن عينك، لكن خلي بالك ده في الآخرة هو البوليس يقبض عليه أو يضربوه بالرصاص يموتوه. فهو كانت فلسفته إن التعبان أنت بتشوفه يعني مزركش بألوان جميلة جدا، لكن لو حطيت إيدك على دماغه يلدع. قالوا لي أنا مدرس بس مش مدرس بدخل بعصاية، بدخل بضحكة. شاف الفراخ بتتذبح ما كلهاش لحد ما مات، منظر الدم ما يقدرش يعني هو بقى. فبسأله في الحكاية دي قال لي يا ابني احنا مرة ايام ما كان التلفزيون لسه بيبتدي وواقف انا وعمك فريد شوقي والمليجي، وبعدين جاي علينا رشدي أباظة فقال التلاتة الهوب لهم لانهم كلهم بيخافوا من منظر الدم وعاملين في السينما اساطير. علاقته بوالدته طبعا علاقه يعني كانت هي الاساس في تحويل مجرى حياته، كانت بتساعده وقالت له هتخش معهد التمثيل انا موافقه لكن عايزاك تبقى زي محمود المليجي، تحط الفلوس في السندوتشات وتبعتها له والاكل بتاعه للقاهره. لما سمع انها توفت وجي شافها مشي يجأر في الشوارع، وهذا الشرير اللي الناس ممكن لا تتعاطف معه في بعض الأدوار، يعني طفل صغير يبكي وداع أمه. الفل مشغول بويا مثل جمال أبو دليان مثل زلابيا الأبروسي والهريسة الإسكوتش. كل ما تشوفي حاجة مش مظبوطة يبقى أحلى من الشرف مفيش، كل ما تعترضي على شيء يبقى صلاة النبي أحسن وهكذا. فهو ده الصدق، احنا بنتكلم في حاجة متعلقة بالصدق الفني. عاش زي ما عاش أستاذنا الكبير نجيب الريحاني، زي ما هيعيش الأستاذ المليجي، زي ما هيعيش فريد شوقي، زي ما هيعيش رشدي أباظة، زي ما هيعيش توفيق الدقن. الصدق، مسألة الصدق.